صوت وصورة واضحين؟ واضح بالصوت. زين جيد. احنا اكو جروب من الجروبات اللي هو يوم الثلاثاء المضى اعتقد استعجلت وطلعت ما اخذتهم المحاضرة بكاملها، وين وصلت وياهم؟ وصلت للفيزيكال بروبرتيز لو لا؟ لا دكتورة، يعني فاطمة تقول وصلنا لها بس ما شرحناها. زين اللي وصلتوا وتوقفنا حتى اساويكم مع باقي الجروبات. ماما الفيزيكال بروبرتيز هسه نشرحها على السريع، هذا السلايد والسلايد اللي بعده حتى نبلش بمحاضرتنا لهذا اليوم. الفيزيكال بروبرتيز للالديهايد والكيتون تمتاز بانه الها هاير بويلنج بوينت ذان الكين because dipole-dipole interaction between molecule. زين يعني مثلا أنا عندي هذا الألكين وهذا الألديهايد المناظر وهذا كحول، فده يقول إنه الألديهايد والكيتونات إلها boiling point أعلى من الألكين المناظر إلها بسبب dipole-dipole interaction. الكحولات إلها أعلى boiling point من الألديهايدات والكيتونات بسبب الهيدروجين بوندينج الموجودة ما بين الجزيئات. كلنا نعرف أنه يعني ما بين كل جزيئة أو جزيئة لأي مادة أكو قوى فيزيائية تربط بيناتها هي اللي تكون خصائص المادة. المادة الصلبة القوى الفيزيائية اللي بيناتها ثابتة، والسوائل القوى الفيزيائية ما بين المولكيولز أقوى من الغازات لكن هي أضعف من الصلب، والصلبة الغازات تكون حركتها أكثر حرية لذلك ما تلتزم لا بشكل ولا بحجم، ممكن أنه نضغطها ونقلل من حجمها. أوكي، بينما السوائل هو حجمها ثابت لكن شكلها متغير حسب الإناء اللي يحتويها. فأقوى آصرة أقوى قوة فيزيائية مو آصرة سوري هي الهيدروجين بوندينج اللي تربط ما بين الكحول ما بين الهيدروكسيل مال الكحول وهيدروكسيل أخرى. أوكي، الدايبول دايبول انتراكشن الموجودة بالألديهايدات والكيتونات هي أضعف من الهيدروجين بوندينج، هنا اثنين قوى فيزيائية لكن الهيدروجين بوندينج أقوى من الدايبول دايبول انتراكشن، والألكين تكون القوى الفيزيائية بيناتها أضعف. فلأسجل المحاضرة. زين شلون نحضر الألديهايد والكيتون؟ نجي على الألديهايدات. Oxidation of a primary alcohol. الكحول الأولي إذا أكسدناه بعامل مؤكسد for example PDC اللي هو pyridinium chlorochromate وهذا هو الستركتشر ماله، هذا أنتم ما مطالبين به فقط للإطلاع. إذا أكسدنا الكحول الأولي بهذا العامل المؤكسد Oxidation راح ينطيني الديهايد. الكحول أنا بيسكلي منين أحضره؟ من اختزال الحامض. أوكي؟ يعني أنا عندي ثلاث مراحل، حامض وكحول والديهايد. الكحول إذا أكسدته أحصل على الديهايد، والالديهايد إذا أكسدته أحصل على حامض، والعكس صحيح. لاحظوا هني طلاب، أنا عندي الحامض إذا اختزلته أحصل كحول، أو الكحول إذا أكسدته أحصل حامض، والكحول إذا أكسدته أحصل ألديهايد. أوكي؟ يعني إذا جبت لكم بالامتحان بغض النظر عن الآر فهو الكحول الأولي مثلا إيثانول ميثانول بروبانول أي كحول أولي أكسده أحصل على ألديهايد، وهذا الكحول مالتي إذا
اكسبته بهذا الاتجاه او الحامض اذا اختزلته اني راح احصل على كحول. واضح عيني طلاب؟ زين، الخطوة الثانية هي reduction of acid chloride. acid chloride بغض النظر عن ال R group هي أليفاتية، بغض النظر عنها هي متفرعة أو سلسلة طويلة، اختزلها بليثيوم ألمنيوم هيدرايد تراي تترا بيوتوكسايد اللي هو هذا الاسم انتم مطالبين به، لكن الستركتشر هو LiAlH تراي بيوتوكسايد باي 3. اوكي، احصل على الالديهايد من عنده بغض النظر عن الار. مثلا فور اكزامبل ايزوفاليريل كلورايد هو اسيد كلورايد، اختزله بهذا العامل احصل ايزوفاليرالديهايد نفس الار جروب، لكن احصل الالديهايد من عنده. زين، فقط احول الاسيد كلورايد الى الديهايد. واضح عيني طلاب؟ الخطوة الثالثة هي oxidation of methyl aromatics. أنا المهم عندي aromatic ring بغض النظر عن تعويضاته، المهم عندي methyl aromatic بوجود chromium acetic anhydride trioxide اللي هو هذا الستركتشر مالته، راح يحول لي هاي المثل جروب إلى diacetate، جيمينال داي اسيتيت، يعني وحده مجاوره للوخ. هذا اسيتيت وهذا، هاي مجموعه اسيتيت وهاي مجموعه او سي او سي اتش 3 ايضا اسيتيت داي اسيتيت. هذه نفسها بوجود الحامض وجزيئات مي راح تتحول الداي اسيتيت الى الديهايد بغض النظر عن الميكانيكيه انتم ما مطالبين بها. اوكي، فور اكزامبل فارا برومو بنزالديهايد، لان يعني انا عندي بموقع فارا عندي هنا برومو. اوكي، هاي فقط للاروماتيك الديهايد اونلي، مو اليفاتيك، هاي فقط للاروماتيك. احول الداي اسيتيت الى بنزالديهايد ديريفيتيفز. فخلاصه الكلام، انا عندي ثلاث خطوات اخلق من عندها الالديهايد. يا اما اذا عندي برايمري الكحول بوجود K2CR2O7 عامل مؤكسد احوله الى الديهايد، اكسدت الكحولات الاوليه تنتج لي الديهايد، اكسدت الاروماتيك رينج، بس كون مثل اروماتيك رينج، مثل اروماتيك رينج بوجود هذا ال CRO3 داي اسيتيت ينطيني الديهايد. واذا كان عندي ستارتنج هو اسيد كلورايد واختزله بالليثيوم ألمنيوم هيدرايد تراي بيوتوكسايد اختزله ينطيني الديهايد. فبالامتحان طبعا انا ما راح اجيب لكم هنا هي نفس الامثله اللي موجوده، راح اعوض هنا اي اسيد كلورايد انطيكم هو نفسه، هي نفس الار جروب بمجرد انه تغيرها تحولها من اسيد كلورايد الى الديهايد. وكذلك هاي هنا يجوز ما اجيب لكم البي ار موقع بارا، اجيب لكم اياها موقع ميتا او مو بي ار كلورايد ايا كان السبستيتمنت. اوكي، بس المهم مثل اروماتيك، ماشي يعني طلاب؟ مثل اروماتيك ينطيني جيمينال داي اسيتيت، ومن جيمينال داي اسيتيت ينطيني الديهايد. زين، هاي اللي هنا أنا خلصت محاضرتنا ذاك الاسبوع بالنسبه للجروبات. بالنسبه للامثله اللي قلنا ندانا شبيهة، اللي قلت لكم شلون نسميها تسميه نظاميه، كانت هي هذه الامثله، مو صحيح؟ هذا، فهذا بوقتها احنا قلنا اثل بنزل كيتون، تمام؟ بوقتها قلنا اثل بنزل كيتون، بس التسميه الاخرى هي اله هي واحد فنل بيوتانون، اثنين بيوتانون، واحد فنل اثنين بيوتانون. هاي اخذوا لي سكرين شوت طلاب، شوفوا هذا واحد فنل هو بيوتانون، لانه واحد اثنين ثلاثة اربعة هو بيوتانون، بس اثنين بيوتانون لانه بموقع اثنين عفوا، فواحد فنل اثنين بيوتانون، او تريدون تسموه واحد فنل بيوتان اثنين اون، او تريدون تسموه اثل بنزيل كيتون
It's up to you. ثلاث تسميات هي مقبولة. مو صحيح؟ زين. نجي على المثال اللي بعده اللي قلت لكم أبو الدايفنال كيتون. مو تمام سمينا؟ أو نقدر نسميه شنو؟ 1 4 pentadiene 3 on على اعتبار هو بنتان. 1 2 3 4 5 خمس ذرات كربون بموقع واحد وبموقع أربعة هو داين فهو بنتا داين وبموقع ثلاثة ش عندي on فواحد أربعة بنتا داين ثلاثة on أو diagonal كيتون also fine الثانية صحيح. تسمية أخرى تردون تسموها هي بنتا 1 4 داين 3 on also fine. بنتا على اعتبار هو خماسي ذرات الكربون فهو بنتا 1 4 هذا رقم 1 وهذا رقم 4 داين تمام. بيا الأون الكيتون بيا مكان بمكان رقم 3 فهو بنتا 1 4 داين 3 on أو 1 4 بنتا داين 3 on أو دايفينال كيتون كلها صحيحة. زين هذا قلنا أسيتوفينون هذا قلنا عليه اسمه بنزوفينون تمام يا أما تسموه بنزوفينون أو تسموه دايفينال ميثانون على اعتبار أنه هو هذا ميثانون اللي هو سي كاربونيل يعني وحدة ودايفينال دايفينال ميثانون أو تريدون تسموه بنزوفينون أو تريدون تسموه ما بدي أخذ الحاسب دايفينال كيتون تريدون تسموه دايفينال كيتون هاي ثلاث تسميات مقبولة بنزوفينون دايفينال كيتون دايفينال ميثانون كلها مقبولة. اوكي طلاب هسه هاي حلينا الهوم ورك اللي عفوا دكتورة نعم دكتورة بخصوص الاول مال ال 1 فينال ميثانون اي اول واحد اي دكتورة في وقت تجبتني ان قلتي لنا من الحضور قلتي انه هو اساسا السؤال اللي طرحتي علينا قلت يا هو اكثر برايورتي البنزين ولا الكيتون؟ كيتون هو احنا اخذنا اي دكتورة بس هنا احنا مو المفروض حسب ال بالمرحلة الأولى لما أخذنا السيرتان لما نجي في أروماتيك انباع على ذرات الكربونيل هي الأكثر اي اي زين دكتورة هنا هو البنزين أكثر بيسد ليش احنا على الكيتون هو صار الأساس بس لأن البرايورتي مالته انت تقدر تسميه اثنين بيوتانون بنزين بس اي تقدر عادي مو غلط اثنين بيوتانون هو بنزين مثل شلون نقول احنا مثل بنزين او تولوين اسمه العام اي هو بالحقيقة تولوين هو مثل بنزين تمام اي فاذا تريدين تعتبروه بنزين فتقدرون اثنين بيوتانون بنزين صحيح او تريدون تسموه اسمه الشائع هو واحد فنل اثنين بيوتانون همين نفس الشيء اعتمدنا على ذرات الكربون اكثر راح يصير البنزين هو الاكثر على الفرايرات كم مركب على الكيتون اللي هو مثل اي على اعتبار انه هو هذا مركب كيتون اي فالبرايورتي للكيتون وهو بموقع واحد اكو عندي فنل فواحد فنل وبيوتانون اثنين بيوتانون طبعا ماشي اي شكرا هلا وسهلا زين هسه هاي خلصنا الهوم ورك هسه راح نبدي افترض انه انا سويت المجاميع اربعتهن فراح نبدي محاضرتنا لهذا اليوم حتى ان شاء الله نخلص طرق التحضير مال الالديهايدات والكيتونات ونبدي يعني قضية ثلاثة بالتفاعلات يعني الطرق تحضير الكيتونات هي تجي من oxidation of secondary alcohol احنا مو قلنا ذيك primary alcohol primary alcohol accept تنطيني الديهايد لكن اذا secondary alcohol تنطيني accept تنطيني شو اسمه كيتون اللي هو هنا حلقي فهو cyclohexanone او هذا اليفاتي
isopropyl alcohol اكسبت K2CR2O7 ينطيني اسيتون. اوكي، بمجرد انه ابدل الكحول داي ميثيل كيتون او اسيتون اكسبت بواسطه البوتاسيوم داي كروميت. اني بالامتحان راح اجيب لكم اي كحول ثانوي، ربما حلقي، ربما مفتوح، ربما بعد اكو هنا CH2 CH2 CH3 او متفرع او ايا كان. اوكي، المهم الفكره انه كحول ثانوي عامل مو اكسد ينطيني كيتون. الخطوه اللي الثانيه هاي اوكسيديشن او سكندري الكحول، فريدلكرافت اسيليشن. فريدلكرافت اسيليشن مع الاروماتيك كيتون، يعني مع اي مركب اروماتي بوجود اي ال سي ال 3 راح ينطيني مجموعه كربونيل وسطيه اللي هي كيتون، يعني الار يجيبها من الاسيد كلورايد والار الثانيه هي من الاروماتيك رينج. اوكي، بمجرد انه تعوضها وينطيني سايد برودكت هو اتش سي ال. فور اكزامبل هذا الاسيد كلورايد اللي هو بروبل كلورايد، زين، مع حلقه بنزين ينطيني اي ال سي ال 3، سوري، بيوتيل كلورايد، زين، بيوتيل كلورايد مع الار الثانيه اللي هي حلقه بنزين تجي تقعد بدل السي ال هنا. مجرد اشيل السي ال تجي تقعد الاروماتيك رينج هنا اي ال سي ال 3 ينطيني هذا البيوتيروفينول. تمام، فاني بالامتحان ان شاء الله اجيب لكم اي اسيد كلورايد يجوز متفرع، زين، وهذا الاروماتيك يجوز معوض، مو فقط حلقه بنزين، يجوز معوضه بمثل، معوضه باثيل. اوكي، فتجي تقعد حلقه البنزين هنا والتعويض ماشي يعني طلاب. زين، هذه هي الميكانيكية فقط للاطلاع، هذه انتم غير مطالبين بها. ميكانيكية فريدلكرافت اسيليشن، زين، انا عندي حلقة بنزين وجود اسيد كلورايد اي ال سي ال 3 ينطيني كيتون، زين، وسايد برودكت هو اتش سي ال، هذا التفاعل العام اللي اخذناه بالسلايد السابق. الميكانيكية شنية؟ أنا عندي أسيد كلورايد، تعرفون إنه ذرة الهيدروجين بيها مزدوجين إلكترونية حرة، فتقدر تهاجم الأسيد كلورايد من هنا، الألمنيوم Cl3 أي Cl3 تهاجمه، فش راح ينشحن بهاي الحالة؟ راح تصير ثلاث ارتباطات للأكسجين، فراح ينشحن بشحنة جزئية موجبة الأكسجين، والأي Cl3 بشحنة جزئية سالبة. زين، الاي ال من هنا راح ياخذ هاي السي ال راح يتحول الى اي ال سي ال 4 ماينس، والمزدوج الالكتروني مال اللي يربط السي ال بالاكسجين راح يرجع بسهم لهنا، فراح تصير الاو متصله بيها ثلاث اواصر، فبالنتيجه هي شحنه جزئيه موجبه. هذا مركب وسطي اي ال سي ال 4 ماينس و R triple bond O positive، هذا مركب وسطي. بسرعة المركب الوسطي هذا راح ينفتح، هاي التربل بوند ترجع الأكسجين من هنا، فش راح تصير؟ الأكسجين ترجع تيادي دبل بوند من هنا، والشحنة الموجبة تتحول على الكربون. هذا مزدوج إلكتروني نيوكليوفيليك أديشن يهاجم هنا، راح يرتبط حلقة البنزين ب ال R O بالار او هنا. اني عندي بيسكلي اي ال سي ال 4 ماينس يجي بنيوكليوفيليه عاليه، راح يجي ياخذ ذره الهيدروجين مزدوج الكتروني يرجع على حلقه البنزين، راح يصير الارتباط عندي هنا بهالشكل ناقص اتش سي ال، فراح يرجع الاي ال سي ال 3 از كاتاليست مثل ما هو، والكيتون راح يتكون. اوكي، هاي الخطوة يسموها الكتروفيليك سبستيتيوشن. هاي الميكانيكية للاطلاع فقط حتى تعرفون التفاعل شلون صار، والا انتم مطالبين بها؟ لا، انتم مو كيمست، لو طلاب اختصاص علوم كيمياء طبعا اكيد يكونوا مطالبين بالميكانيكيات، يعني لازم يعرف طالب الكيمياء انه هو شلون صار التفاعل. هذا للاطلاع فقط. زين،
الخطوة الثالثة اللي أقدر أحصل من عندها كيتون هو reaction of acid chloride with Gell-Mann reagent اللي هو lithium dialkyl caprate يسموه Gell-Mann reagents. أوكي عندي acid chloride يتفاعل مع lithium dialkyl caprate. dialkyl بغض النظر عن ال R group، المهم هي الكيل group. lithium dialkyl caprate ايش ينطيني؟ ينطيني R R prime. اول R هي من الاسيد كلورايد بغض النظر عن ال R اثيل مثل بروبيل بيوتيل زين، وال R الثانية يعني جايتني من الدايل الكيل هذا، ف R R prime يكون لي كيتون. مثلا مثال هذا الايزو بيوتيريل كلورايد تفاعل مع الليثيوم داي اثيل كفريت داي اثيل، فالمفروض واحدة من الأثل تجي تقعد هنا بدل الكلورايد، هي تجي قعدت هنا فتكون لي هذا الكيتون اللي هو اثنين مثل ثلاثة بنتانون، لأنه هي واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أو إذا أجي أحسبها واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، شلون ما أجي أحسبها هي خمسة فهي بنتانون، بيا موقع بنتانون بموقع ثلاثة بموقع اثنين إيش عندي؟ عندي اثنين مثل، فصار المركب كله اثنين مثل ثلاثة بنتانون. هاي الار اللي على اليمين منين جتني؟ جتني من الداي اثل، هاي الاثل جتني من الداي اثل، وهاي الايزو بيوتيرل منين جتني؟ جتني من الاسيد كلورايد، فمجرد ربط ار بار ثانية. اوكي واضح طلاب؟ اني ايا كان المثال اللي راح اجيب لكم اياه بالامتحان اتوقع ان شاء الله تحلوه. فخلاصة الكلام انه الكيتون، ها سوري، هاي الميكانيكية للاطلاع فقط، للاطلاع فقط، انتو ما مطالبين بها. ميكانيزم اوف جيلمان ريجنت وذ اسيد كلورايد، اني عندي اسيد كلورايد اوكي، الجيلمان ريجنت هو عبارة عن كابل ليثيوم وداي الكايل اللي هي هاي الار اليمنى واليسرى اوكي، فهذه النيوكليوفيليسيتي بها هاي الاصرة المزدوجة للكيتون، اما راح يهاجم راح يهاجم الكربونيل جروب وهاي الآصرة مال الأكسجين تنفتح، فش راح تصير؟ راح تصير آصرة وحدة أكسجين ماينس وارتبط الآر هنا أوكي، جتي هي والإلكترونات هنا هاي أكو عندي ريزونانس هنا، هاي الآصرة الشحنة السالبة ترجع ترتبط مرة ثانية فتكون لي دبل بوند، وهاي الجود ليف كلورايد هو جود ليفنج جروب راح يطلع هو والإلكتروناته برا زين، طلع فتكون لي الكيتون هنا زائدا الايثوكسايد ويا ار كفر ويا ال اي سي ال، فتكون عندي الكيتون اوكي، فمن يتكون عندي الكيتون فبعد هذا التفاعل ما يكرر نفسه، كان نو لونجر بي اتاشت باي اتاكت باي ار 2 كفر ليثيوم مره ثانيه. هاي الميكانيكية للاطلاع فقط. شكرا عبد الله. نعم. شكرا يعني جيلمان ريجنت تاخذ منها بس الميتال جروب لو اكثر؟ يعني المثال السابق اللي بس ميتال جروب. الار الار بغض النظر عن نوعها مثل اثيل بروبول هاي الار كلها. ارجعي للمثال السابق. هذا. هنا انا عندي الار كان يعني في اس في اس نعم اثيل جروب. أخذناها اثنين عتا أوكي أي زين عفوا عيني، هاي الميكانيكية للأطلاع فقط أنتم ما مطالبين بيها زين، فخلاصة الكلام أنا عندي ثلاثة ميجر ستيبس أخلق من عندها كيتون اللي هي سكندري الكحول أكسده أحصل كيتون، أسيد كلورايد ويا الأروماتيك رينج بوجود الـ AlCl3 أحصل كيتون، أو أسيد كلورايد بوجود ليثيوم كفر داي الكايل أحصل كيتون، فخلاصة الكلام هي هذه، فأسيد كلورايد بغض النظر عن نوعه، عندي هنا أسيد كلورايد بغض النظر عن نوعه، عندي سكندري الكحول، خلي ببالي أي سكندري الكحول بغض النظر عن نوعه، هاي كلش تلخص محاضراتنا يعني. هذا الشات فانتم بينا يعني بيناتكم تردون تحلون تردون انت وحدك تقعد بالبيت تسوي براكتس
حتى تتقوى اي سكندري الكحول تقدر تحوله الى كيتون وهكذا. اوكي مثلا انا عندي هنا برايمري الكحول، كحول اولي بوجود K2Cr2O7 شو ينطيني الكحول الاولي؟ اخذنا بالمحاضره السابقه عافيه ينطيني الديهايد. فاني عندي هنا الكحول هذا حلقه بنزين CH2OH صارت بنزالديهايد. اوكي عندي مثلا تولوين، احنا قلنا مثل اروماتكس تولوين بوجود عامل مؤكسد ينطيني جيمينال داي اسيتيت، هذا المركب الوسطي جيمينال داي اسيتيت قبل يتحول لي الى بنزالديهايد ديريفيتيفز. اوكي يجوز اجيب لكم اياه معوض، احنا اخذناه كان فارا برومو مو تمام، اخذناه بالمثال الاولي كان فارا برومو. زين عندي اسيد كلورايد اختزله بوجود ال ليثيوم المنيوم هايدرايد ترايبيوتوكسايد، اختزله بهذا العامل المختزل يحول لي الاسيد كلورايد الى شنو؟ بنزالديهايد. زين اذا كان عندي كحول سكندري اكسده شو ينطيني؟ ينطيني كيتون عافيه. اذا عندي كفر ليثيوم داي الكايل، داي الكايل كفر ليثيوم بوجود اسيد كلورايد ايش ينطيني؟ كيتون. عندي اسيد كلورايد مع اروماتكس بوجود AlCl3 ينطيني ايضا كيتون. هاي امثله لكم. زين عيني طلاب، فاتصور هنا معيوده نفسها، هذا سايكلوهيكسانون هذا نفسه هياته نفسه، اتصور معيوده هذني الأمثلة، وهذا أسيد كلورايد بوجود البنزين، أسيد كلورايد بوجود البنزين نفسه معيود. زين إذا عندي الداي إثيل كبر ليثيوم هو بنزين رينج، فأوكي ماكو مشكلة، مع أسيد كلورايد راح تجيني وحدة من الآرات هي من الداي كبر، مو تمام؟ خلي تكون أروماتية، شنو المشكلة؟ فتكون عندي ال بيوتيروفينون، تكون عندي هذا الكيتون، شنو المشكلة؟ أنا عندي قلت داي كبر هياته، هذا هنا، هذا، عندي قلت داي الكيل كبريت، خلي يكون الالكيل هالمرة أروماتي، أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة، هياته أروماتي، داي الكيل كبر ليثيوم، مع أسيد كلورايد. جتني وحدة من الآرات من الأسيد كلورايد والآر الثانية الآر برايم جتني من هنا. أوكي يجوز أجيب لكم إياها معوضة مثلا مو فقط حلقة بنزين. خلي تكون متفرعة. داي الكيل خلي تكون متفرعة. داي الكيل كفر ليثيوم خلي يكون متفرعة مع أسيد كلورايد، أي أسيد كلورايد، يجوز الأسيد كلورايد هم يعني متفرع أو سلسلة طويلة أو يجوز بها الكين. أوكي؟ فاجيبها من انا الار وحده من الاسيد كلورايد والاخرى متفرعه. نعم. هذا المثال ايه هذا؟ لا قبل يا هي خمسه ارتباطات ماما. وحده اثنين ثلاثة أربعة، إي هاي غلط الـ H. دقيقة خل أحذفها إيش تبي؟ هاي الـ H غلط. أغلقوا مايكاتكم طلاب. أغلقوا مايكاتكم طلاب. كل شي زين؟ عشتبك. شكرا للتنبيه. زين باقي اي فهذه نفس الشيء نفس الشيء، وحده من الار جايتني من الاسيد كلورايد والار الثانيه متفرعه
جايتني من دائكي الكفر ليثيوم، فيكون الناتج هو 2 مثل 3 هكسانون، على اعتبار هو السلسلة الأم الطويلة هي هكسا يعني سداسية. فأنا هيك شيء أجيب لكم بالامتحان، أقول لك حضر لي 2 مثل 3 هكسانون مثلا، فأنت منين تجيب لي 2 مثل، بغض النظر عن الطريقة، إذا محضر، إذا أنا قالت لك باتباع الطريقة الفلانية فأنت لازم تتبعها، إذا ما قايلت لك فأنت أي ستارتنج مع أي ستارتنج آخر تخلق لي هاي، ربما تختار هذا السلوك يعني هذا الروت، ربما تختار هذا الروت هذا، أوكي يعني جاي من ولو هذا أروماتي ما يرهم زين، أو أكسدة كحول ثانوي، أنت بكيفك، أنا المهم أريد من عندك تحضر لي 2 مثل 3 هكسانون، منين ما تجيب لي إياها جيب لي إياها، أو أقول لك تحضر لي إياها باستعمال هذا الأسيد كلورايد، أوكي؟ أعطيك إياه يجوز، فأنت لازم شو تفاعل؟ هذا الأسيد كلورايد مع هذا الكفر ليثيوم داي ألكايد تطلع لي إياه، أوكي؟ هيجي يجيكم بالامتحان، أو أقول لك حضر لي بيوتيروفينون، فأنت مين لازم المفروض تحضر لي البيوتيروفينون؟ حضر لي اياه يا اما اقول لك الستارتنج ماتيريال مالتك او ما اقول لك اياه، انت كيفك شو ما تحضر احضره، تستخدم هذا الطريق تحضر لي اياه، تريد عن طريق هذا الروت تحضر لي اياه، فانت كيفك اي روت تريد تسلكه، المهم تحضر لي بيوتيروفينون لان هذا اروماتي يرهم وهذا ايضا يرهم للاروماتي وللاليفاتي، فانت كيفك الثنين انا اعطيكم عليها درجه. واضح طلاب شلون تجينا الاسئله؟ ها هي عيني اني بهذا اكون خلصت وياكم الالديهايدات والكيتونات طريقه تحضيرها، تبقى لنا ان شاء الله الثلاثاء اللي يجي ابلش وياكم تفاعلات الالديهايدات والكيتونات. انا انزل لكم رابط الحضور.